الخفقي أو قشطة الألبان نصنع الزبدة للكعك والعجين نصنع الزبدة للطبخ والصلصات لم تبقى غير فقرة نقولها الآن افتح عبوة الزبد الرائع اغسله بماء نظيف ساقع جففه جيدا هاك غذاء لذيذ نافع من كريمات الخفق أو قشطة الألبان نصنع الزبدة للكعك والعجين نصنع الزبدة للطبخ والصلصات وبعد كل مرة ننظف المكان لم تبقى غير فقرة نقولها الآن